وعقب استقلاله القطار الكهربائي الخفيف، استمع رئيس السيسي لشرح عن محطة بدر التبادلية بين القطارين، القطار المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار المتجه إلى العاشر من رمضان. كما يوجد تبادل للخدمة بين القطار الكهربائي والقطار الديزل القاهرة السويس في منطقة بدر. استمع رئيس السيسي إلى شرح حول المحطة النهائية للمرحلة الأولى وهي مدينة الفنون والثقافة، وأن المحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للتشغيل، وأن الركاب سيتمكنون ابتداء من اليوم من الركوب من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس.